مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا زي كونكت بالعربي الموسم الثاني. في الحلقات الماضية جبنا لكم ضيف وصديق لعائلة هيا كرزون، ما كانت تتوقع تشوفه. شوفوا معنا من هو الضيف. طيب شو هي الأمنية اللي لسه ما حققتيها بحياتك؟ أوف، عندي كتير أمنيات صراحة. أمنيتها الحين أمنية تشوفني أنا، صح؟ أو ماي جاد، أي صح والله صح مزبوط. أنا ما صار لي كم من يوم شايفتك. هاني شوف أحد آت أمنيتي يا حبيبي يا سعود. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. في عندكم أحلى من يعني؟ لا ما في أحلى. أنت عم تحكي عن سعود أبو سلطان، يعني من 2003، يعني هو بيعرفني وأنا أهل أد. إحنا عملنا لك سربرايز. أحلى سربرايز صراحة، أحلى سربرايز. كان يقول عمو سعود. أبو يا حبيبي انت حبيبي، انا انبسطت كثير بصوتك والله. يا حبيبي انا كمان كثير مبسوط حبيبي انت حبيبي. خلينا نتابع فقرات اليوم. تابعوا مقابلة الفنان سعود ابو سلطان وهيا كرزون. مصممة مجوهرات المشاهير هلا كبارة. حفل جوائز ايمجز ريتيل مي السنوية 2020. بعد السوربرايز اللي سويناه لهيا كرزون وسعود أبو سلطان، دردشنا معهم في حوار خفيف استرجعنا خلاله أول لقاء بينهم، ومشاكسات الطفلة الصغيرة لعمو سلطان خلال أحد البرامج الغنائية. مرحبا فيكم في هاللقاء الصدفة اللي صار فناننا سعود أبو سلطان وفنانتنا هيا كرزون. حبيبتي شو رأيك بهالصدفة وهالمفاجأة اللي كان من اقتراح فناننا؟ صراحة يعني فاجأتوني سعود أبو سلطان، مش معرفة سنة ولا سنتين. سعود أبو سلطان من 2003 وإحنا منعرفه ومنعرف عائلته، ومن أيام السوبر ستار لما كانت ديانا موجودة لحد هلأ ديانا وإحنا وسعود وأهله ضلينا دائماً مع بعض، فأكيد أحلى مفاجأة يعني. سعود حبيبي جد مفاجأة يعني. أنا بحبها لهي كتير، وعيلتكم قالت إحنا عيلة واحدة أصلاً، مش بس أنا وديانا وأهلها وكلهم، وعيلتي كمان هي عيلة واحدة دائماً. فمجرد ما عرفت إن هي موجود قلت لا، هذا كلام تاني، فلازم أكون موجود. يا حبيبي بالعكس، أنا كثير مبسوط إني شفتها كمان. وأنا اليوم كمان كتير حبيبي. تحكوا لنا على بداياتكم، أول مرة شفت هيا بال 2003 كانت بيبي هي. كنت تحكي لعمه. كنت تقول عمه سعود. كان بيبي هي، شفت كيف؟ نعم بنحكي على، لا هو عن زي ما قلت لك 2002 2003 2003 يعني. لما كنا هنا كنت أنا شاب كبير في البرنامج، فكانت هيا وكانت زين، كانوا صغار كثير يعني، عرفت كيف؟ زي ما قلت لك كنت تعمو سعود يعني وكذا. ف يعني فجأة بعدين لما خلصنا الفترة هاي وكذا، كنا دائما برضو نكون احنا مع بعض، حتى اهلي واهلها حتى هناك لما كنا في بيروت يعني. ف هذول اخواتي اللي هم الصغار كثير، بحسهم اخواتي الصغار، عرفت كيف؟ فبخاف عليهم زي ما بخاف على 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 اهلي واخواتي حبيبي. وبحبهم زي ما احب اخواتي، وعيوني هذول عن جد عيوني. الله يخليكم لبعض. حتى يعني بمقاطعة حديث سعود، من فترة من قبل شي سنة تقريبا برمضان جينا على دبي أنا وأهلي، ورحنا كنا موجودين مع أهله. في صورة إلي أنا وزين أولاد خواته، أنت عم تحكي من 4-5 سنين، رجعنا تصورنا نفس الصورة. صدفة يعني كانت بالصدفة كانت كانوا كبرانين هم، وإحنا كمان شوي كنا يعني كبرنا، فتصورنا نفس الصورة وقتها أنا قطعتها وحطيتها. قديش يعني مر سنين، بس ستيل لساتنا يعني شباب، لساتنا شباب. لقترمنا خلص. مين كانت بتشجع بالمسابقة، أختها ولا؟ لازم تشجع أختها يعني. هذا منطقي يعني، ما حز على والد هيك، إنه هذا طبيعي يعني، عرفت كيف؟ بس يعني شو يعني، يعني إذا بقول لك مثلا تسألني أنا مين كنت أشجع مثلا؟ أنا ديانا حبيبتي، كنت دائما مع ديانا واقف يعني. إحساسي دائما معها، وأنا يعني بحس إن كنت داعم لها وشو بدها وكذا يعني، عرفت كيف؟ بس يعني السؤال أكيد حتقول لك كانت تدعمني أنا. كنت تدعمني؟ بكل صراحة شوفي، مش موضوع اني انا كنت ادعم، يمكن انا من انا صغيره ادني موسيقيه سعود، غير انه هو صحبه مع ديانا وكثير كانوا كلوز بايام سوبر ستار، بس صوته واحساسه كثير بيوصل للشخص،
بغض النظر إذا هو كان صديقها كتير أو قراب على بعض. فلا سعود أكيد أكيد. أنت متعود بتعرف عندك ما شاء الله تاريخ وإذن موسيقية، شو رأيك بصوتها؟ على فكرة كنا قاعدين من فترة مع بعض، أنا بعرف إن صوته حلو، أوكي بعرف زمان صوته حلو كتير، فكرة كلهم صوته حلو مش بس يعني حتى زين صوته حلو. صح مزبوط. بس بعرف إنه هي يعني دخل أكتر into the music يعني، فسمعت لك كم من شغل كتير حبيتهم. بس قبل فترة كنا مشتاقين بعض علينا بعض، وكنا عم نغني لايف بينه وبين بعض يعني على البيانو بس وكذا. أنا سمعت شيء فظيع يعني، قديش أنا كنت بعرف إن صوته حلو، كنت بحب صوته، بس لما غنت لايف بقى، والفترة هاي بكلمك على الأسبوع تقريبا أو شيء هيك عرفت كيف، تفاجأت كثير يعني، ما توقعت يكون توصلت. عارف حسيت حالك قاعد بسمع شغله هيك الذهب هيك عم بيصير، اقسم بالله والله عن جد يعني يا حبيبي جنيت يوم انا سمعت صوت. هي هربت على الجنب تبع تغني ورا عشان ما حد يشوفها. يعني انا واحده من الاشخاص بخاف اغني قدام حدا، ف يعني كنا هيك مجموعه، فلما قالوا لي غني وانا مع المايك فخفت، قلت لهم طب اوكي ممكن انا اخذ بس زاويه كورنر، فاخذت كورنر ما في ضوء ما في ولا اي شيء، مغمضه عيوني وخلص، قلت انه هي خلص انت لحالك هلا ما في حدا معاكي، بلشت اغني. بعدين ما لقيت غير سعود عندي، صار انه شو انا عرفت تركته، قلت خلص هي خليها. شو هاد؟ لما سمعت تفاجات يعني عرفت كيف، كنا مشينا قعدنا جنب كلهم صاروا عندي سيدنا الصالون وقعدنا في الزاويه هلا. وبتنصحها تحترف الغناء ولا لا؟ والله لازم تو بي اونست، لازم خلص بنعمل ديو انا وياك سعود. والله بتشرف حبيبي. من 2003 بلشت تشوفي سعود، ويعني على فترات، شو اللي تغير بسعود الاولاني، الطفله البريئه اللي كانت اللي شفته اول مره؟ لانه لما نكون صغار دغري المواقف تعلق في راسك. مات سعود من 2003 لليوم ما تغير شيء، بالعكس اللي تغير انه عم بحب اشوفه بكل مرحله من مراحله، عم بيكبر زياده عن زياده، اغانيه احساسه. بس كسعود لانه انا شوفي الطفل ما بينسى، واحساسه الاولاني ما بيتغير ابدا. لما بتشوفي لما بكون طفله بتشوفي حدا قلبك بنأزك منه، لما يكبر وبعد سنين بيضل قلبك نازك. من اول مره شفت سعود فيها وهي النظره اللي تبعت الطفله لليوم موجوده بسعود. بس برجع بحكي لك انه بكون مبسوطه انه كل ما اسمع له اغنيه جديده، كل ما اشوف الكليبات تبعته، هذا كثير بكون مبسوطه انه من ستيب لستيب بكون احسن يعني. بس النظره لسه زي ما هي ما تغيرت. فيكي تدندني لنا شيء لفنان سعود؟ اكيد هو في له كثير اغاني، بس اكيد انا بدندن له. انا بحب له هاي الاغنيه لانه برضه بتذكرني بايام سوبر ستار اول ما طلع. وبعيد صعب اوصلك معقول، قلبك ما قلك جنيتك كتير اشتقت لك، ويكون قلبي شو حنين ويهون عليك حنينك، عم بعيش قلبي لهيبك صليت شي نسمة تجيبك. أيوة هو بدي يسمعني وأنا بدي أسمع مش هيك. لا بس فنانة، إذا هي ناوية تحترف الغنى شو بتنصحها؟ بأي ستايل بتغني فيه؟ أي طابع بتروح له؟ الطابع اللي هلأ كله عم بيغنيه خفيف، ولا الطابع اللي بيناسب شخصيتها؟ هلا هي بصوت عندها، هي عندها كتير فيلينجز في صوتها، مشاعرها كتير عالية، عندها إحساسها كتير كتير كبير. لو تسألني أنا كسعود، أنا بفضل إن هي تغني هيك الرومانس، هذا كأنا كسعود. بس إذا بنحكي بمنطق البزنس وهذا يعني، لا بدأت في شوية حركة يكون الموضوع، بس برضو فيلينجز يعني. شوف أنا بعتقد أي شخص عنده إحساس بس يغني، حتى لو اعطيته شغله فيه ايقاع فيها سريع حضل عنده هذا الاحساس يعني. ما راح يروح يعني. فهي غنت هيك حيطلع احساسها كثير حلو، هذا اهم شيء. يا حياتي والله شكرا كثير حبيبتي، تسلموا على هالقعده وشرفتونا. ثانك يو لكم انه خليتوا سعود المفاجاه لليوم. يا حبيبتي حبيبي انت هو العقل المدبر. طب حلو كثير، طلعت انا الشرير. ثانك يو سو ماتش، شكرا كان شكرا. Thank you.
مصممة مجوهرات من نوع فريد، لكل قطعة تصممها قصة. هالة كبارة درست الهندسة ولاحقت حلم طفولتها لتصميم المجوهرات فأبدعت. لكل قطعة عندها قصة، وضعت كل تجاربها بالحياة بقطعة تألقت بها المشاهير، مثل الفنانة المصرية يسرى، والفنانة اللبنانية كارمن لوبوس، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. ومزيد من القصص الممتعة في حوارنا معها فشاهدونا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، اليوم معنا ضيفة مصممة مجوهرات بس من نوع خاص. أهلا فيكي هالة كبارة. أهلا فيكي. قبل ما نبلش على تصاميمك ونفرجي المشاهدين التحف الفنية اللي جبتيها، فيكي تحكي لنا شوية عن بداياتك؟ في البداية كانت دراستي بالهندسة، والجولري كانت مجرد هواية. في الجامعة حطوا إعلان عن تصميم المجوهرات، فكنت حابة أدخل طبعا في المسابقة، بس ما حالفني الحظ الحقيقة، كان كتير تأخرنا يعني. فضلت في بالي الفكرة أني أنا حابة المجوهرات، بس طبعا بتعرفي وقت الدراسة والشغل وهيك، فبتكون واحد مشغول في الهندسة. بعدها اشتغلت في شركة للرخام، فكان كل شغلي اني انا ارسم على الكمبيوتر الديزاينات اللي نسويها على الرخام. ضلت فكرة المجوهرات في بالي اكثر. لما جيت على الامارات تعيش في الامارات من 18 سنة، حصلت شغل في المجوهرات، فحبيت القصة اكثر، وهي هذا اصلا كانت هوايتي وشغفي يعني، كنت حابه اوصل لهذا الحلم. بعد تقريبا سنه او سنتين درست انا الجيومولوجيست، درست تصميم المجوهرات لحتى اكون اكثر اكسبرت يعني، وضلت فيها من 18 سنه وحبيتها. احكي لنا كيف بلشتي مع المشاهير؟ الحب. خلينا نبلش باول فنانه، الفنانة يسرى القديرة، اللي نوجه لها تحية. كيف اجتك الفكرة لتصمم لها هذا السلسال؟ يعني اكثر شيء انا اللي دفعني اسوي هيدا الشيء اني اعمل لها قطعة تلبسها تكون مميزة، ما حد لبس مثلها ولا مصممين قبلها. فحبيت اسوي لها كوكب، هيدا الكوكب حبيت انه اللون الازرق كمان بيناسبها، واللي بسطني اكثر انه هي حبته كثير وصارت تلبسه دايما، ودايما تقلي انه انا حابه الكواكب بتاعتك. فكنت مبسوطه انه هي حبت التصميم وانه هي لبسه شيء مميز الحقيقه. كيف الشكل اللي اخترتيه، هو الماس وذهب ابيض؟ هي الالماس حطيت شيء بسيط عشان يضل مبين الكوكب، وعملت لها معه بطاقه كمان للكوكب، عشان يعني حتى إذا حدا بده يهدي أي حدا مميز ولا حدا بيحبه بيقدر يهديه. هلا بننقل لمجموعة الفنانة كارمن لوبوس ونقدم لها التحية. أحلى تحية. أحلى تحية لفنانتنا العظيمة كارمن لوبوس. كيف إجتك الفكرة مشان تساوي لها هالتصميم؟ كارمن بتحب الأحجار، وطبعا هي صديقة عزيزة، وصرنا فترة طويلة أصحاب. فحطينا مجموعة أحجار بالبيت أنا وياها، وقعدنا نختار الألوان والأحجار، وحطينا لكل حجر قصة واسم كمان لكل تصميم. وهي كانت يعني كتير حابة موضوع الأحجار، إنه شوي حسيته ديفرنت عن إنه بس ذهب وألماس، حسيت إنه في ماتيريال تالت عم يتدخل، عم يعطي ألوان لأي شيء بتكوني لبستيه. فحبت الفكرة وسوينا لها كذا فكرة. هلا هي حبت أكثر شيء الأشياء الطويلة اللي بتقدر الواحد يلبسها مع شو ما كان لابس يعني، حتى الصبايا اللي بيكونوا حاطين الإشاربات بتضل تبين يعني من فوق الإشارب وشو ما كنت لابسة. فحبينا الأحجار. هاي السلسال بالضبط سويت فيه مسلسل تشيلو، مسلسل تشيلو كان لكارمن. كل الجولري اللي كانت لبستهم بمسلسل تشيلو كانوا من تصميمنا نحن الاثنين. وفي كمان الخاتم؟ لا، هو يعني الخاتم نفس الشيء، كمان حجر، وحطينا الأحجار داير مدار يعني، هي الفكرة كلها يتبع هيدي الأحجار الكبيرة.
ننقل هلا لفنانتنا نجوى كرم. ظهرت بالفيديو كليب نجوى كرم. القطعة اللي أنا سويت لها إياها الحقيقة كان طقم كامل من الورود، وهي بتحب الورود، يعني كل الشخصيتها وأشياء بتدل على أنها هي بتحب الفلاورز، فحبيت أختار لها كورل فلاورز وسويت لها طقم كامل. ومن كتر ما حبته لبسته بفيديو كليب لإلها مؤخراً، ما من زمان، وأهم شيء أنه حبته. حننتقل لهلأ قصة كتير غريبة عن طفولتك. لما شفتي لوحة كتير مشهورة وقعدت لك براسك. هي الحقيقة ما كتير طفولي، بس أنا شفتها على الأخبار. الحقيقة كانت اللوحة عبارة عن خط ونقطة، بالرغم من أنه المسابقة كانت فيه لوحات كتير حلوة، بس اللي لفت نظر لجنة التحكيم لوحة خط ونقطة بس، وهي اللي ربحت الجائزة الكبرى وكانت عالمية. عالمية. ومن زمان الحقيقة ما بتذكر الأرقام الثمن اللوحة، فضلت في بالي من هداك اليوم الخط ونقطة. فلما بلشت التصميم المجوهرات صممت خاتم اللي فيه خط ونقطة بس، فحبيت انه يكون بس هيك خط ونقطة، فطلع معي بهذه الطريقة. تصميم المجوهرات هو شغف؟ نوعا ما. مننتقل لفترتك لما كنتي مهندسة معمارية، لأنه كل فترة بحياتك بتتذكريها بتصميماتك. تأثرت كتير بالمهندسة زها حديد، كان ندرس عنها طبعا في الجامعة، والله يرحمها طبعا، هي مميزة معروفة بالعالم كله، وكل ما أسافر بلد أحب أروح أشوف تصاميمها بالأبنية يعني. فحبيت الطريقة اللي هي تصمم فيها. هلا طبعا أنا ما بقدر أوصل لها، ولكن حبيت سوي شيء يكون مختلف عن الخاتم العادي، يعني الأشكال الهندسية، الشيب الهندسي، وبنفس الوقت ما بيزعج الإصبع، يعني بتضل فيك أنت تلبسيه ومنك متضايقة. بس طلعت من فكرة الدائرة تبعت الخاتم وحطيت له شكل هندسي. هاي دراستك أثرت عليك دراستك. لازم. في قصة تانية هلأ عم بنحكيها، بنت صاحبتك، كيف إجيتك إنه تطلعي ببالك مجموعة تانية للمجوهرات؟ بنت رفيقتك، بنت أعز صديقة لإلي، كانت ما بتسمع، وكنت بدي أقول لها أني أنا بحبها كتير، فعملت ريسيرش ولقيت إنه في ساين لانجويج منها بتقول إنه أنا I love you بالساين لانجويج، فعملت لها اياها تقول لها اني انا بحبها كثير. مين تحلمي من من الفنانين العالميين تصممي لهم؟ سيلين ديون. شو حتصممي لها؟ سكرت. ليش سكرت؟ ما فينا نقول لمشاهدينا السر. لا يعني بعدني. بعدك حخبر. لا انا بس حضرت لها الحقيقه حفله بنيس، وشفت هي طريقه الجوليري اللي كانت لبستهم، فطبعا عم بحاول استوحي من نفس الفكره لحتى تلبس شيء بتحبه كمان. بس شيء بلمسة عربية؟ أكيد لازم. يعني حتخلينا إياها سيكرت هاي؟ المرة الجاية بخبرك عنها. مشان ما أقولهم للجمهور. على كل شكراً كتير، استمتعنا معك، وإن شاء الله مزيداً من التألق والنجاح. شكراً. تسلمي. أقيمت في دبي حفل جوائز إيماجز ريتيلمي السنوية لـ 2020، والتي جاءت جنباً إلى جنب مع منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة، حيث ضم هذا المنتدى أهم الشخصيات في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط. وقد تمت مناقشة الإنجازات والمبادرات المبتكرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الضغوط غير العادية التي أثرت على قطاع البيع بالتجزئة بسبب جائحة كورونا. أما حفل الجوائز فإنه يهدف إلى أن يكون بمثابة معيار في صناعة التجزئة في الشرق الأوسط، من خلال تكريم أفضل الممارسات والجهود التي تبذلها مؤسسات البيع بالتجزئة، بالإضافة لتكريم أهم الشخصيات في هذا القطاع. تابعوا هذا التقرير.
much. I'm honored to be in front of you and really thank you for joining us. We're very happy to have brought all these retailers together today. It was a very brave decision, but we wanted to do a physical event and we've done it with all the health and safety measures stipulated by DTCM. We've masked everybody up and there's safe distancing and we've also given sanitizers and gloves to everybody so that everybody feels safe. I think the industry, the retail industry has gone through a lot, so we really wanted to do this event to boost the enthusiasm, the give them the motivation and also discuss the challenges that they are facing on a daily basis. So we're really happy to have done this event. So it is definitely exciting. We as humans love to have physical contact, right, with each other, and that's a natural instinct. So yes, after a very, very long time, we are coming in a networking event which is physical and face to face. So what we are seeing in this event today is a lot of industry leaders who have gathered here to share their experiences about how pandemic has been, how it has affected them, or what kind of opportunities it has provided them for them to move forward into the new world. أنا الإيفنت بالنسبة لي فرصة كويسة جداً 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 لإثبات إن الحياة لازم ترجع لطبيعتها. خلال السنة اللي فاتت كان على طول الموضوع بيتسوق على أساس إن هو إن الحياة هتاخد شكل مختلف، الحياة هتروح في حتة تانية، الدنيا مش هتمشي زي ما هي، لكن الإيفنت ده بيثبت إن ده أول إيفنت في مجال التجزئة ومجال الريتيل حتة الفيزيكال انفولفمنت أو التواصل الشخصي هو الأهم. مستحيل هنقلب مكان، مستحيل هنقلب everything online. فالأساس في أي حاجة هو التواصل البشري في شغلانة الريتيل، والمؤتمر بتاع النهاردة بتاع الميدل إيست ريتيل فورم ده أكبر دليل على القصة إن الموضوع هيستمر زي ما هو. I think Retail Middle East has been functioning for more than 8 years, which I believe, and it's an event which is pioneering all the retail and recognizing most of the food or non-food retailers in the region. And it has moved into Saudi as well, so it's a global, I would say, a Middle East event. I think it's a little bit cautious, you know, when people are not going into the mall, retailers need to step up. E-commerce, digitalization, connect with customers is very important. Well, the event actually turned out to be very wonderful considering the current situations, and since it is not an online event, it is an in-person event. So we really appreciate Retail Middle East, Images Retail Middle East, for putting this event together and organizing such a wonderful event year on year. أول شيء أنا كتير مبسوط إنه عم نرجع نشوف شوية حركة بعد هالأيام الصعبة اللي قطعنا فيها. أنا حبيت إجي شخصياً من السعودية على دبي تأحضر الإيفنت تندعم نرجع موضوع إنه فينا بالتباعد الاجتماعي وناخد الإجراءات اللازمة نرجع نتواصل سوا. أونلاين كتير مهم أكيد، بس كمان الناس لازم تتفاعل وتتشارك إذا بدك أفكار. إيفنت رائع، الحضور كتير كتير قوي. I'm happy to be here، مبسوط كون هون. ريتيل مي طبعاً حدث مشهور وكان قائم قبل الجائحة، ولكن لظروف الجائحة توقف والآن عاد يعني وبجرأة، والحمد لله أنه عاد لأنه الناس تحتاج إلى نوع من العودة إلى الحياة الطبيعية. والحمد لله يعني عدد الحضور جيد والناس متفاعلة،
وعاملينه هم تفاعلي، فناس موجودة في الصالة وناس على الشاشة، فأعتقد أنه حتى الآن الأمور تسير بشكل ممتاز وتفاعلي، وناس كثير جاءوا سألوني وتكلموا معي وتعرفوا علينا، فيا لا ممتاز ممتاز، إن شاء الله مؤتمرات أخرى في الطريق. وبعد هذه الجولة وصلنا إلى ختام الحلقة، وموعدنا الأسبوع القادم في مواضيع شيقة. إلى اللقاء.